احنا متواجدين مع حضراتكم من العاصمة السعودية الرياض لنقل حدث انا لا ابالغ لو قلت لحضراتكم ان هو يكاد يكون من اهم الاحداث في عام 2022 اللي بيوشك على الانتهاء خلال ايام بسيطة. الحدث اللي بتكلم عنه هو الرياض والقمم الثلاث، قمة سعودية صينية، قمة صينية خليجية، وقمة صينية عربية. ثلاث قمم من شأن هذه القمم واللي هيخرج عنهم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون لو كنا بنتكلم عن الجانب الاقتصادي، أو حتى التفاهمات اللي هتحصل في المجال السياسي. هذه القمم الثلاث من شأنها أنها تغير تماما شكل المنطقة العربية الخليجية، ومن شأنها أيضا أنها ترسم ملامح نظام جديد في العالم. ليه بقول لحضراتكم ملامح نظام جديد في العالم؟ لأن احنا يعني على مدار الحقيقة العقود السابقة في حالة من حالات القطبية الواحدة، والنظام دوت والشكل والملامح دي كانت سائدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتحاد السوفيتي. ترسخ شكل معين كده للعالم انه امريكا تهيمن على العالم، امريكا تفرض وصاياتها على العالم، امريكا تتحكم في الجميع، امريكا تقول وتملي وتوزع الوصايا وهي اللي بتقيم وتحكم على العالم. الحقيقة انه الشعوب العربية والدول العربية ملت وسأمت وعندها شعور كده بي يعني خلاص بنبحث عن خيارات جديدة. هنا بقى واحنا بنتكلم عن الخيارات الجديدة بتظهر الصين كلاعب مهم جدا. الصين هنا مش بس في البروز الاقتصادي ومش بس ان هي من بداية الالفينات وهي بتوفر نموذج ناجح جدا اقتصاديا، دولة تتقدم وينمو اقتصادها بشكل سريع جدا يكاد يكون من ضمن الاسرع في العالم، لكنها وفرت ايضا نموذج مختلف عن النموذج الغربي للقوة الناعمة، حالة من حالات يعني الهدوء والسكينة والتعامل في الملفات الاقتصادية بدون التدخل في شؤون الدول الداخلية، بدون الخوض وبدون فرض وصايا، بدون إملاءات. يكاد يكون يعني معدوم الحديث عن الأجندة الصينية في الحالة دي. فالحقيقة احنا قدام نموذجين مختلفين تماما، نموذج غربي عليه تحفظات كتير جدا ويرفع ورقة حقوق الإنسان ويرفع قضايا حقوق الإنسان من حين لآخر، وفي نفس الوقت احنا قدام نموذج آخر للقوة الناعمة الصينية. يمكن حضراتكم تفتكروا معايا إزاي الصين غزت العالم كله بمنتهى الهدوء ومنتهى السلاسة بشعار بسيط جدا وهو شعار صنع في الصين. من بداية الألفينات وإحنا بنشوف يعني المنتجات الصينية وهي موجودة في كل مكان في العالم، بنشوف اللغة الصينية حتى أصبحت أقرب. وأنا عايز أقول لحضراتكم على ملاحظة كمان مهمة شفتها هنا من ساعة ما وصلت الرياض، عرفت أنه في جامعات ومدارس كثيرة، جامعات سعودية زي جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، دي جامعات بتدرس فيها اللغة الصينية وبيتم فيها تعليم مواد دراسية باللغة الصينية، وحتى المدارس كمان بتوفر الجزئية دي. فإحنا النهاردة قدام نموذج مختلف للقوة الناعمة الصينية، قدام نموذج يبدو أنه أكثر مقبولية. نيجي بقى نتكلم عن الجانب الاقتصادي، هنلاقي أنه لحد دلوقتي والقمم لسه منعقدة والمباحثات لسه مستمرة والنقاشات ما زالت جارية، هنلاقي أنه إحنا بنتكلم عن اتفاقات ومذكرات تفاهم وقعت بين الجانب السعودي والجانب الصيني ب 110 مليار ريال سعودي، يعني ما يقترب من 30 مليار دولار. رقم كبير، وفي مجالات الحقيقة مختلفة جدا، في الذكاء الاصطناعي، في البنية التحتية، في النقل، في التكنولوجيا، مجالات كتير وواسعة ومختلفة. والحديث يدور عن يعني اتفاقات أكثر ما بين الدول الخليجية والصين، والحديث يدور أنه القمتين تحديدا الأولى اللي هي الصينية السعودية والتانية اللي هي الخليجية الصينية بتمهد بقى للقمة العربية الصينية اللي هتنعقد خلال ساعات بسيطة، ودي طبعا هتكون بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة والزعماء العرب، وطبعا في مشاركة مصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فإحنا النهاردة بنتكلم
بنتكلم عن قمم مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم، من شأنها أنها تغير من وجه المنطقة العربية والخليجية، وأيضا من شأنها أنها ترسم ملامح نظام جديد، يعني البعض بيسميه انتهاء الحصرية الأمريكية، البعض بيسميه الخروج من العباءة الأمريكية، البعض الآخر بيقول على الأقل زمن التوازن وزمن الأقطاب المتعددة وليس القطب الواحد فقط. قمة مهمة جدا، وثلاث قمم الحقيقة غاية في الأهمية، وأنا مش ببالغ لما بقول لحضراتكم أنه 2022 تكاد تنتهي بهذا الحدث المهم اللي بتستضيفه الرياض.